الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. متابعينا الكرام، متابعي قناة الاقتصاد والفلاح في كل مكان، قناتكم المتخصصة في سلالات الماعز والأغنام، أهلا بكم في عرض جديد وعرض مميز. عرض اليوم معنا ذكر سلالة كويسة، ذكر خليط فرنساوي أو خليط بور في فرنساوي. هو الجدي خليط بور، وطبعا من الهيئة بتاعته والشكل بتاعه يوحينا ان هو في نسبة خلط فرنساوي، فغالبا احتمال يكون الأب بور والأم خليط فرنساوي، أو الأب سنن أو فرنساوي والأم خليط بور. ده الاحتمال اللي ظاهر في الجدي اللي قدام حضراتكم. جدي ما شاء الله لبانه ما كسرش، واخد حجم وهيئه كويسه جدا مع العلف المظبوط، هيديك حجم وتحويل كويس. الناس اللي عاوزه طلوقه تحسن بيه الانتاج سواء في المعيز الخلايط الشامي او الشامي، وعاوز جدي بسعر كويس يكون قريب من سعر اللحم، فالعرض ده يهمك. ومعاه كمان نتيتين في ربعيه، يعني بتكسر يعني كسر جوه السنات اللي هي اللبنيه اللي لونها بني، كسر جوه السنات معذره اللي هي لونها بني، دي مضروبه من حوالي شهرين، يعني المفروض ان هي عشر شهرين من الجدي طبعا من غير سونار، بنقول البيع على الفاضي، لكن ان شاء الله تطلع عشر باذن الله تعالى، اللي هي الربعيه البني. ومعاه المعزه اللي هي السودة، دي كسر برده جوه السنات، المعزه اللي هي الخليط العاليه دي شويه، دي كسر جوه السنات وراها ذكر وانتهي، عند عمرهم حوالي شهر ونص مولودين في اول رمضان او حوالي شهرين. والمعزه مضروبه برضو من الذكر ده، يعني معزه عشر ان شاء الله شهرين، اللي هي المعزه البني كسره جوه السنات، والمعزه السوداء والده، واحتمال كبير تكون عشر اللي هي مضروبه من الطلوقه اللي امام حضراتكم. فالنهارده بنتكلم في ثلاث حتت معانا موجودين باذن الله تعالى في منيا القمح شرقيه. الاسعار الجدي عامل 4700 جنيه، الجدي سعره 4700 جنيه، المعزه البني عامله 1500 جنيه، المعزة السمرة عاملة 2500 جنيه، يبقى الأسعار تاني، المعزة السمرة 2500 جنيه، المعزة البني 1500 جنيه، الجدي عامل 4700 جنيه، موجودين بمشيئة الرحمن في منيا القمح شرقية. للمعاينة والاستفسار التواصل مع صاحب العرض 010-99-69-2704. ما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك، استفيد وخلي غيرك يستفيد، ممكن يكون محتاج العرض، فاللايك مش هندفع فيه حاجة، وفي نفس الوقت بيوصل الفيديو لكل المشاهدين. دمتم بخير.